بيت وأنا أطلع العفش لقيت كنز مدفون، ألوان عدسات مستري طالع كل الألوان عاد إن شاء الله ألاقي اللون اللي تذكرونه. إيش اللي كان؟ كان براونيز، كان مست براونيز اللي قلت أبي أجربه، إن شاء الله ألاقيه هنا عشان أجربه. طبعا عدسات مستري لا يعلى عليها. هذه مست جريش، وينها؟ أنا ما عندي مست جريش، شوفوا لوني موت. لحظة واخروا اني بدور. لحظة مست جريش، تعالوا ندور. لقيتها. اوكي هذه فيها ازرق، فيها حدود زرقاء. قالوا مست اش بعد مرة حلوة. اوكي ندور على مست اش وندور على وين البراونيز. دقيقة نشوف البراونيز. لحظة عشان اوريك هذه، بس اتوقع بجرب الجراي عشان الجراي هو اللي انا البسه اكثر. وشو هذه؟ مست اشن بعد حلوه، خليني ادورها. مست اش ومست اشن بدورهم عشان اجربهم عشان اعتمد على واحده فيهم. مست سكاي هذا اتوقع لونها على الزراق شوي بتكون. مست جراي هذه اللي انا استخدمها، مستري جراي هذه حلوه. يا دقيقة عشان ما أنسى، ندور على مست آش ومست آشن ومست إيش كانت الأخيرة؟ دقيقة قاعدة أدور، شوفوا الألوان كلها طلع عندي كل الألوان، كل يوم بلبس واحدة. هذا مستري آش، أشوف هي هذه، يس أتوقع هذه. أوه ما عليكم، الأظفر انكسر اليوم، شفت شلون كل ما أجي أنقل ينكسر أظفر، بس عشان أتأكد كان مست آش ولا مستري آش. ايوه مستري اش هذا، وبعد اشن. وين اشن؟ هذه براونيز، شوفوا لونها والله شكلها حلو، لونها طالع شايفين اللون. نحطها بالقائمة. ايش بعد؟ هذه وشو؟ هذه اشن بعد، هذه لونها حلو. اوكي نحطها بالقائمة نجرب. خلاص كذا، خلاص نجرب هذولي وبعدين. طبعا ما لكم شكلي حوسة وبشرتي من عدمة، بس شوفوا لبست عين وعين، هذه مست اش وهذه مستري اش، مرة عجبتني هذه. هذه رمادية وهذه على خضار شوي، أبى أعتمد هذه، مرة عجبتني. شوفوا هذه عندي أحلى. ليش علي؟ لأنه هذه على خضار شوي فبارزة عيني أكثر، وأنا أوريدي عندي بروز بالعين عرفتوا، فهذه أفضل مدخلة عيني أكثر. اعتمد هذه مست آش، مست آش عشان ما أنسى. شوفوا هذولي احترت، ما أدري وش أحلى، هذه مستري براونيز وهذه مست جريش. تذكرون اللي وريتكم إياها شوي حدودها زرقاء؟ صراحة لما شفت حدودها زرقاء قلت لها وش دعوة الحدود زرقاء، بس مع حدود الأسود حقتي صاير الحدود على كحلي، مرة اللون يجنن. شوفوا هذه فظيعة طبيعية بشكل ما تتخيلون، يعني قاعد تقرب بس أشوف في أحد يقدر يميز إذا هذه عدسات ولا لا، مرة ما تبين إنها عدسات. شوفوا اللون هذا، هذا مست جريش وهذه مستري براونيز، جنن هذه مرة. قولوا لي أي واحدة حبيتوها علي أكثر. أنا أتوقع اللي راح أعتمدهم مستري جريش، مست جريش، مستري براونيز ومست اش، هذولي بعتمدهم، مرة عجبوني مرة. هذه أحس يعني لو بحط ميك اب خفيف، هذه لو عندي تصوير أو شيء، ونفس الشيء مست اش، أجلس أحفظ مست اش نفس الشيء إذا كان عندي تصوير أو شيء، بس هذه مرة طبيعية حتى وأنا مو حاطة ميك اب مبينة كلها عيوني. تحبين الرمادي كثير؟ اي صراحة انا دايما اول شيء ادور بالعدسات اللون رمادي، اشوف كل الرماديات اجربهم كلهم ايش احلى شيء علي وبعدها اقرر اي واحدة. مدري يا اخي احس الرمادي اكثر واحد يناسب وجهي.
يعني ما البس اخضر ما البس ازرق، ممكن اخذ عسليات اللي تكون افتح من لون عيوني، عرفتوا؟ ف بس والله طبعا ما يحتاج اقول لكم قديش عدسات مستري مريحه خفيفه على العين. تعرفون قديش احب عدسات مستري؟ كم صار لي قاعده اتعامل معهم وكم صار لي قاعده البس عدساتهم. قاعدين تشوفون وقت تصويري، وقت طلعاتي، اذا كان عندي ايفنت، كله قاعده البس من عدسات مستري، لانه صراحه الوان طبيعيه مره مريحه على العين، تلبسونها ساعات طويله ومره خفيفه رقيقه، يعني ما تحسون اصلا انه في شيء بعينكم. ما اقول لكم على العرض اللي مسوينه مستري، خلينا نشيل العدسه. نبدا من هنا اصلا بشكل عام ما تشيلون العدسه باظافركم، بتشقونها لانها رقيقه عرفتوا، فلازم بالانامل تسوون كذا بيوم، بعدين تسوون بيوم